أنا طلال الداود و عمري 22 سنة ومواليد 1999، وحبيت هاي الفكرة درامز والبركشن والطبلة عشان كانت موهبتي أنا صغير. نجحت والحمد لله عم بعزف هلأ وعم بصير أشطر وأشطر. أكتر إشي حفظني للآلات الموسيقية إنه حبيتها وطلعت بنجاح وهيك. حابب أكون إنه أطلع حفلات ومهرجانات وهيك. حابب يكون لحني الخاص وأصير أشطر وأشطر. طلال هو أحد الطلاب الموهوبين اللي بيمتلك موهبة العزف على آلة الدرمز وعلى آلة الطبلة، وكمان بيعزف على البركاشن زي التمباليس. هو كتير بحب النوع الموسيقى الشرقية والغربية. في أكثر من أغنية بقدر يعزف معها، أكثر من ستايل بقدر يعزف. يستخدم الستيكس كمان عم يعزف على الدرمز. بشكر أبوي إنه على كل شيء اللي عم بيسوي لي إياه، وبشكر كمان أستاذي إلياس. أنا حابب يكون عندي مدرسة أو أكاديمية وأعلم الناس المبدعين. أنا حابب أوصل العالمية.